السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهارده هافال جوليون 2022، وتحديدا الفئه الرابعه او الاعلى تجهيزا من العربيه. العربيه طبعا بتنزل في السوق المصري باربع فئات، هنتعرف على ابرز الاختلافات ما بين الاربع فئات في التجهيزات. مش بس كده، هنتكلم كمان على ابرز الاختلافات ما بين جوليون واختها الكبيره الاتش 6، لانه في بعض الاختلافات وان كانت التجهيزات خارجيا وداخليا تقريبا ما بين العربيتين واحده، الا ان التوزيع التجهيزات دي ما بين الفئات بتاعت العربيتين بتختلف ما بين الاتش 6 وما بين الجوليون. النهارده هنركز شويه على الجوليون وتحديدا الفئه الرابعه، وهنتكلم على ابرز الاختلافات ما بين الفئات زي ما قلت لكم. بس بعد الفاصل لفه حوالين العربيه من بره ومن جوه، وبعد كده نرجع نتكلم على ابرز الاختلافات واهمها طبعا الاسعار. تسعير العربيات الصناعة الصينية عندنا في السوق المصري نقطة لسه لحد النهاردة مثيرة للجدل، وده مفهوم لأن احنا مرينا بتجارب مش أحسن حاجة مع العربيات الصيني اللي كانت بتنزل عندنا في السوق المصري. لكن من ساعة نزول علامة هافال الصينية من خلال وكيلها غبور أوتو، هنا الجدل رجع مرة تانية، والناس رجعت مرة تانية تتكلم على تسعير العربيات الصينية، خصوصا مع نزول الاتش 6 اللي أسعارها بتتراوح ما بين 370 ألف لحد 440 ألف. ده رقم كبير، الناس بدأت تسأل هل ممكن أدفع رقم زي ده في عربية صناعة صينية. اختلفنا او اتفقنا في الاخر، العربيتين دول سواء الجوليون او الاتش 6 غيروا معايير السلامة في العربيات الصيني الموجودة عندنا في السوق المصري، رفعوا كمان من سقف المنافسة ما بينها وما بين العربيات الانتاج الاوروبي او الانتاج الكوري. وخلينا نتفق كمان على نقطة مهمة، ان العربيات ممكن مع الوقت القريب تبقى هي العلامة البريميوم للعربيات الصيني في السوق المصري. ممكن نتفق ممكن نختلف، الله اعلم، ده اللي هتثبته لينا الايام اللي جايه. طيب، عندنا جوليون النهارده، عندنا الفئه تحديدا الرابعه زي ما اتفقنا، اسعارها بتتراوح ما بين 315000 لحد 375000، بتزيد 20000 ما بين كل فئه والثانيه. يعني الفئه الاولى 315000، بعد كده الفئه الثانيه 335000، بعد كده الفئه الثالثه 355000، واخيرا للفئه الرابعه والاعلى تجهيزا اللي معانا النهارده ب 375000. هنتكلم النهارده زي ما اتفقنا في المقدمه على ابرز الاختلافات ما بين الفئات الاربعه اللي بتنزل بيهم جوليون، وهنتكلم كمان على ابرز الاختلافات ما بينها وما بين الاتش 6 اختها الكبيره. يلا بينا نبتدي بقى بمقدمه العربيه. مبدئيا التشابه في التصميم ما بين العربيتين، تقريبا الاثنين واخدين من نفس الكتالوج الاوروبي في التصميم. نلاحظ التصميم الاجريسيف والرياضي والشكل المميز للعربيه الخارج تماما عن التقاليد الصينيه في التصميم. صحيح هم بيقلدوا، ولكن في الاخر التصميم مختلف عن اي عربيه صيني شفناها في السوق المصري قبل كده. الاحظ كمان من ضمن الاختلافات ما بين الاتش 6 وما بين الجوليون هو منظومه الاضاءه الاماميه. هنا عندنا بتيجي اربع عدسات، اثنين للاضاءه المنخفضه واثنين للاضاءه المرتفعه، بالاضافه كمان لاضاءه نهاريه موجوده في الفئات الاربعه، ما فيش فيها اي اختلاف، بتاخد شكل مميز جدا. الاحظ ان هي واخده زي شكل الناب كده موجود هنا، بيبدا مع الفانوس وبينزل لتحت كده واخد مكان الفوج لايت الاماميه. طبعا في الاتش 6 في فوج لايت اماميه، لكن هنا ما عنديش فوج اماميه. منظومه الاضاءه الاماميه في الجوليون بتيجي في الفئه الاولى هالوجين، اما في الفئات الثلاثه اللي بعد كده بتيجي ال اي دي زي ما احنا شايفين. اما زي ما قلت لكم الاضاءه النهاريه اللي موجوده فبتبقى ال اي دي في الفئات الاربعه، ما فيش فيها اي اختلاف، بالاضافه كمان لاضاءه الاشارات الجانبيه. طيب، عندي كمان سنسور ركن اماميه موجوده هنا في مقدمه العربيه في الفئه الرابعه بس، اما في الاتش 6 فكانت موجوده في الفئه الثالثه والرابعه، لكن هنا موجوده عندنا في الفئه الرابعه فقط في الجوليون. وعندي كمان كاميرا اماميه مع منظومة رؤية 360 درجة حوالين العربية برضو موجودة في الفئة الرابعة بس، مش موجودة في الفئات الثلاثة اللي قبلها هنا في جوليون. أما بالنسبة للشبكة الأمامية فتصميمها يعني شكله مميز جدا، هنلاحظ إن حجمها كبير، بتيجي برضو بلون من الكروم شوية، واخد شكل الكروم شوية أو
الاضاءه بتاعه الكروم، بالاضافه كمان لديفيوزر امامي بيجي من البيانو بلاك او البلاستيك الاسود اللامع، وبيجي بنفس لون العربيه ما فيش فيه اي اختلاف. ده كده سريعا فيما يتعلق بمقدمه العربيه. هنلاحظ كمان وجود رادار امامي موجود هنا، ده برده موجود في الفئه الرابعه بس مش موجود في الفئات الثلاثه اللي قبلها، اما في الاتش 6 فكان موجود في الفئه الثالثه والرابعه، لكن هنا في جوليون موجود في الفئه الرابعه بس، لانه طبعا بيساعدك على مجموعه كبيره من انظمه السلام والامان هنتعرف عليها لما نركب جوه العربيه. ده كده باختصار وسريعا مقدمه العربيه. تعالوا بقى ندخل على منظومه الحركه ونتكلم على ابرز الاختلافات ما بينها وما بين الاتش 6، ونتكلم كمان على نظام التعليق في جوليون 2022. يلا بينا. وصلنا لمنظومه الحركه في جوليون 2022، واللي هنتكلم فيها عن منظومه الحركه ونظام التعليق كمان. وطبعا احنا قلنا في البدايه انه منظومه الحركه هنا في جوليون 2022 هي نفسها منظومه الحركه الموجوده في اختها الكبيره الاتش 6، مع اختلاف ارقام القوى الحصانيه والعزم. المحرك هنا نفس المحرك 1.5 لتر او 1500 سي تيربو، متوصل على نقل حركه اوتوماتيكي الدول كلاتش او ثنائي القابض دي سي تي من 7 سرعات. بيجي التبريد بتاعه تبريد زيت مش تبريد هواء، يعني بيجي ويت مش دراي، وهو هو نفسه نقل الحركه اللي موجود في الاتش 6. لكن الاختلاف زي ما قلت لكم بيحصل في القوى الحصانيه والعزم. القوى الحصانيه الموجوده هنا في جوليون بتتراوح ما بين 141 حصان ل 148 حصان على عكس القوى الحصانيه في الاتش 6 اللي بتوصل لحد 153 حصان. اما بالنسبه للعزم فالعزم هنا بيتراوح ما بين ال 210 ل 220 نيوتن متر عند 1500 لفه، في حين ان هو طبعا بيزيد بيوصل لحد 230 او 230 كمان، اكتر من 230 في الاتش 6. الفروق مش كبيره، لكن طبعا ده بيبان او بينعكس في اداء العربيه على حجمها كمان ووزنها، هيفرق اكيد في الاداء بتاعها. طيب عندي كمان شويه حاجات متشابهه وشويه حاجات مختلفه، منها مثلا العزل اللي موجود هنا ده موجود في العربيتين في الاتش 6 وموجود كمان في الجوليون، لكن برده ما عنديش اثنين مساعدين يساعدوني في رفع الكبوت، مع ان حجمه ووزنه كبار الا انه برده ما عنديش مساعدين هنا في الجوليون، نفس الحكايه كانت موجوده في الاتش 6. عندي بقى اختلاف موجود، وهو العزل اللي موجود او طبقه التصفيح اللي موجوده اسفل المحرك دي موجوده في الاتش 6، لكن للاسف الجوليون هنا بفئتها الاربعه ما فيش فيها تصفيح اسفل المحرك. بالنسبه لنظام التعليق ففي اختلاف وحيد، نظام التعليق الامامي بيجي ماكفيرسون في العربيتين ما فيش فيه اي اختلاف، اما نظام التعليق الخلفي فهو نقطه الاختلاف ما بين العربيتين. في نظام التعليق الخلفي في الاتش 6 بيجي مالتي لينك، اما هنا فبيكون نظام التعليق الخلفي تورشن بيم. ده كده يعني سريعا الاختلافات في منظومه الحركه ما بين الاتش 6 والجوليون 2022. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربيه ونتعرف على ابرز الاختلافات ما بين الفئات الاربعه اللي بتنزل بيهم جوليون في السوق المصري. ابرز اختلاف ما بين الجوليون والاتش 6 اختها الكبيره واضح جدا بالعين المجرده كده في الطول الكلي بتاع العربيه. الطول الكلي للعربيتين في فرق 18 سم لصالح الاتش 6. الاتش 6 طولها الكلي حوالي 4 متر 65 سم، في حين ان الطول الكلي لجوليون هنا 4 متر 47 سم. ال 18 سم الفرق دول في منهم 3 سم موجودين فرق في طول قاعده العجلات. طول قاعده العجلات هنا في جوليون حوالي 2 متر و70 على القفل بالظبط، اما طول قاعده العجلات في الاتش 6 فبيكون 2 متر 73. ده طبعا هينعكس اكيد على المساحات الداخليه الخاصه بالعربيه، ولكن بشكل اساسي هينعكس على مساحات الشنطه ما بين الاتش 6 وما بين الجوليون. اكيد في فرق كبير في مساحه الشنطه هنتعرف عليها طبعا بالتفصيل اول ما نيجي نركب العربيه. طيب ابرز الفروق بقى ما بين الفئات الاربعه اللي بتنزل بيهم جوليون في السوق المصري، مبدئيا عندنا الجنط. الجنط في الفئه الاولى والثانيه 17 انش، في الفئه الثالثه والرابعه 18 انش. بروفايل الكاوتش اكيد بيختلف، هنا في الجنط 18 بروفايل الكاوتش 225 على 55، لكن النقشه والالوان بتاعت الجنط واحده في الاربع فئات ما فيش فيها اختلاف. بيجي توتون رصاصي فاتح مع رصاصي غامق، وطبعا شكله او نقشته الرياضيه اللي احنا شايفينها قدامنا. طيب تاني اختلاف عندي ما بين الفئات الاربعه موجود هنا في المرايات الجانبيه. المرايات الجانبيه في الفئه الرابعه اللي معانا النهارده فيها ميزتين مش موجودين في الفئات الثلاثه اللي قبلها، منها اول واحده البلانت سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء او جهاز كشف النقاط العمياء، بالاضافه كمان للكاميرات الاربعه اللي موجودين في العربيه، واحده اماميه واحده خلفيه واثنين موجودين على المرايات الجانبيه عشان تديك منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه، وده اوبشن موجود هنا في جوليون في الفئه الرابعه والاخيره فقط، مش موجوده في الفئات الثلاثه اللي قبلها. اما بالنسبه للتسخين فموجود بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه تسخين في المرايات الجانبيه، بالاضافه كمان للطي الاوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه، بالاضافه كمان للجزء الخاص بالضبط المرايات الجانبيه، ده موجود بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، بيكون كله كهربائي ومع فتح وقفل العربيه. اما في الفئه الاولى الضبط بيكون
بيكون كهربائي لكن الضم بتاعها بيكون مانوال. عندي كمان اوبشن ظريف جدا موجود في الفئات الاربعه وهو نظام او وحده الرفع اللي موجوده. انا قفلت العربيه فالمرايات الجانبيه بتقفل، لو عملت هولد على زرار القفل بالشكل ده هنلاحظ ان الازاز الخلفي بيترفع، بالاضافه كمان لفتحه السقف بتقفل كمان اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه، فدي طبعا من ضمن الاوبشنز الظريفه والموجوده في الاربع فئات ما فيش فيها اي اختلاف، بالاضافه كمان للكيلس انتري او منظومه دخول العربيه بدون استخدام المفتاح واداره المحرك بدون استخدام المفتاح مع زرار الستارت ستوب انجن موجوده في الفئات الاربعه في جوليون ما فيش فيها اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بالجنب. لو عايز تتكلم كمان او يعني نشير كمان للجزء الخاص بالعزل او الازاز الفامي اللي موجود هنا الخلفي، فده موجود برضو في الفئات الاربعه ما فيش فيه اختلاف، وموجود في الاتش 6 في الفئات الاربعه، اعتقد بقى يعني تجهيز اساسي موجود في كل العربيات ما فيش فيه اي مشكله. ده كده سريعا جنب العربيه. تعالوا بقى نتنقل للظهر ونتكلم على مساحه الشنطه في جوليون 2022. تصميم ظهر العربية هنا ملفت جدا للنظر وتحديدا الجزء الخاص بالفانوس الخلفي، ناس كتير قالت ان هو شبه الفولفو في التصميم بتاعه. ولاحظ ان الفانوس الخلفي حجمه كبير برغم انه الاضاءة فيه صغيرة، يعني حجم الاضاءة صغيرة، نلاحظ ان الاضاءة الرئيسية واخدة شكل ال شيب جوه الفانوس، اما بقية الاجزاء اللي موجودة هنا فكلها عواكس اضاءة ما هياش اضاءة حقيقية. الاضاءة بشكل عام في الفوانيس الخلفية في الفئات الاربعة بتيجي ال دي، سواء الاضاءة الرئيسية، اضاءة الريفرس او الرجوع للخلف، اضاءة الاشارات الجانبية واضاءة الفرامل. اي لمبة موجودة في ظهر العربية بتكون ال دي في الفئات الاربعه ما فيش فيها اي اختلاف. نلاحظ ان الفانوس الخلفي حجمه كبير واخد جزء على الرفرف وظهر العربيه والجزء الثاني موجود على باب الشنطه بيفتح ويقفل معاها. عندي كمان من فوق كده السبويلر الخلفي اللي موجود هنا موجود في الفئات الاربعه ما فيش فيه اي اختلاف، ومثبت عليه اضاءه تحذيريه خاصه بالفرامل بتيجي ال دي مع انتنه سعنفه القرش او الشارك فين الموجوده في الفئات الاربعه برضه. لكن الروف راكس مش موجوده في الفئات الاربعه، الروف راكس موجوده بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، اما الفئه الاولى ما فيش فيها روف راكس. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ انه الازاز الخلفي بيجي فامي جواه سخانات عشان الشبوره والضباب مع مساحه خلفيه، وده كله موجود في الفئات الاربعه. اي اوبشنز موجوده في ظهر العربيه موجوده في الفئات الاربعه ما فيش فيها اي اختلاف. الكاميرا الخلفيه الموجوده هنا برضو موجوده في الفئات الاربعه، لكن فيها فرق صغير انه هنا في الفئه الرابعه مع الكاميرتين الجانبيتين والكاميرا الاماميه بتديك رؤيه 360 درجه، اما في الفئات اللي تحت الفئه الرابعه فبتكون الرؤيه بتاعتها وايد انجل او رؤيه بانوراميه عشان تديك اوسع زاويه رؤيه خلف العربيه. نلاحظ كمان السنسور الخلفيه المثبته على طول الاصطدام الخلفي والموجوده على الفئات الاربعه ما فيش فيها اي اختلاف، وكمان عندنا الفوج لايت الخلفيه اللي موجوده هنا مثبته على الديفيوزر الخلفي. الديفيوزر الخلفي هنا بيجي من بلاستيك الاسود المط على عكس الديفيوزر الامامي اللي بيبقى من البيانو بلاك. نلاحظ كمان انه عليه تريم كروم موجود هنا واخد بيمر كده في المنتصف، وعلى الجنبين عامل زي فريم كده حوالين عواكس اضاءه في اليمين وفي الشمال، وطبعا شكله مختلف شويه عن شكل الديفيوزرز العاديه اللي احنا بنشوفها. طيب لو جينا نفتح الشنطه، الشنطه بتفتح بشكل عادي جدا، وده احد ابرز الفروق ما بين ال H6 وما بين الجوليان. عندنا في الفئه الرابعه في الجوليان بتفتح بشكل اوتوماتيكي كهربائي، اما هنا بتفتح بشكل كهربائي ولكن مش اوتوماتيكي، في عندي اثنين مساعدين بيساعدوك على فتح وقفل باب الشنطه بدايه من الفئه الاولى والثانيه لحد الفئه الرابعه. مساحه الشنطه برضو من ضمن الحاجات المختلفه ما بين ال H6 زي ما اتفقنا واحنا بنتكلم في جنب العربيه، انه عندنا فرق حوالي 18 سم في طول العربيه الكلي، وده انعكس بشكل كبير على مساحه الشنطه. في فرق حوالي 263 لتر ما بين مساحه الشنطه في ال H6 وما بين مساحه الشنطه هنا في الجوليون. ال H6 مساحه الشنطه 600 لتر، اما هنا مساحه الشنطه 337 لتر، ولكن مستغله بشكل كامل ما فيش فيها اي هدر او اي حاجه واخده من مساحه الشنطه. نلاحظ كمان الجزء السفلي اللي موجود هنا موجود فيه الاستبن الخاص بالعربيه، طبعا الجنط بيجي حديد لكن نفس مقاس الجنط بتاع العربيه، بالاضافه كمان للكريك والمفك. بالنسبه للتجهيزات الموجوده في الشنطه فهي وحده اضاءه ال دي بس، ما عنديش وحده 12 فولت او مدخل 12 فولت زي ما كانت موجوده في ال H6. في عندي رف موجود هنا بيبقى صلب شويه علشان اقدر احط عليه اي حاجه لو انا عايز، بالاضافه كمان لان انا ممكن استخدمه ككفر للشنطه على عكس الكفر اللي موجود في ال H6 بيبقى يعني كفر طري مش ممكن احط عليه اي حاجه، فهنا ممكن استغل كمان مساحه اضافيه استغله كجزء ممكن اثبت عليه اي حاجه او احط عليه اي حاجه، ولكن سلبيه صغيره متعلقه بازاله الجزء ده لو انا عايز اشيله عشان اوسع المساحه، يعني شيله بيبقى صعب شويه محتاج هندسه شويه وانت بتشيله. مساحه الشنطه قابله للزياده طبعا بتتخطى ال 1000 لتر لو انت فتحت الكنبه الخلفيه 40 60 لو انت محتاج مساحه زياده للتحميل. ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي من جوليان وتحديدا في الفئه الرابعه. تعالوا بقى ندخل على الكنبه الخلفيه ونتعرف على المقصوره الداخليه للركاب في جوليان 2022. وصلنا للكنبه الخلفيه،
خليني اقول لكم على شويه حاجات كده لطيفه. تقريبا مفيش فروق في المساحات او ما يتعلق بالجزء الخاص بالمساحات في الكنبه الخلفيه ما بين الجوليون هنا وما بينها وما بين الاتش 6. هلاحظ كمان انه مفيش نفق فتيس، مساحه الارجل لطيفه جدا، انا ظابط كرسي السائق على وضعيه القياده بتاعتي، ومع ذلك عندي مساحه يمكن اكبر من 5 صوابع كمان، بالاضافه كمان لارتفاع الكرسي عن الارض. زي ما قلت لكم في الاتش 6 ممكن عيل صغير ينزل يتدحرج جوه، مفيش اي مشكله، المساحه واسعه جدا. الماتيريال بتاع الفرش بتاع العربيه هنا بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه بيبقى من الجلد، اما في الفئه الاولى فبيبقى من القماش الجلد نابا بالمناسبه، وجلد فخم جدا. عندنا 3 الوان موجودين للفرش بتاع العربيه، اللون الاسود بالكامل او نبيتي في اسود او بيج في اسود، ده طبعا بيغير كمان لو انت اخترت اللون مختلف بتاع الفرش، بيغير كمان مع الجزء الخاص بالابواب والجزء الخاص كمان بالطابلو من قدام، برده اللون بتاعه بيتغير مع لون الفرش. الابواب الماتيريال المستخدم فيها ميكس ما بين السوفت ماتيريال الموجود هنا، وعندنا هنا بلاستيك، الجزء ده بيجي من بلاستيك وبعد كده بيجي جلد وجلد، وبعد كده هنا جزء من البلاستيك واخد تشبيحة خشب شكلها شيك جدا، مع مساحات التخزين الصغيرة جدا موجودة في الخلف هنا، مع أماكن للسماعات، عندنا 6 سماعات موجودين هنا في العربية في الفئة الرابعة. المساحات بشكل عام زي ما قلت لكم مستغلة، الإزاز بتاع العربية بينزل في الإزاز الأربعة، بينزل أوتوماتيك وبيطلع أوتوماتيك برضو، مفيش في أي اختلاف، مع تطعيمات موجودة هنا من البلاستيك اللي واخدة نقشة لميعة شوية أو بتلمع، مديها منظر كمان شيك جدا للعربية. مقابض الأبواب الداخلية بتيجي من الكروم. عندي مسند ايد خلفي موجود هنا مع 2 كاب هولدر، مع امكانية الجلوس في المنتصف برضو بدون اي مشكلة او ازعاج نهائيا. بالنسبة لاشخاص في طولي 178 سنتي، وهقعد مرتاح جدا مفيش اي مشكلة. طيب عندي كمان في الكونسول الوسطي هنا فتحتين تكييف مع فتحتين USB موجودين من الفئة الاولى، مفيش فيها اي اختلاف، ودي برضو احد اعظم الاوبشنز الموجودة هنا في العربية. اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال او الايزوفيكس، بالاضافة كمان لاوبشن طي الكنبة الخلفية زي ما اتفقنا 40-60 عشان تديك مساحة اكبر للشنطة. فتحة السقف الموجودة هنا موجودة في الفئة الثالثة والرابعة، مش موجودة ولا في الفئة الاولى ولا في الفئة الثانية. طبعا فتحة سقف بانورامية حجمها كبير جدا وبتفتح بشكل كهربائي، لكن ما تفتحش بشكل كامل، يعني مش كل فتحة السقف بتتفتح، بتفتح لحد النص تقريبا، والنص اللي باقي في الخلف بيبقى مقفول زي ما احنا، لكن طبعا في ستارة بتفتح بشكل كهربائي. عندي كمان الجزء الخاص بالاضاءة هنا برضو عند مقابض الابواب او مقابض العلوية اللي موجودة هنا، الاضاءة دي بتيجي LED برضو، بتبقى الدامنج بتاعها بيبقى ظريف جدا وهي بتقفل او بتفتح، فشكلها شيك جدا في العربية. عندي اماكن التخزين برضو موجودة في ظهر الكراسي من هنا عشان للاستخدام في الجزء الخلفي. القعدة بشكل عام في الكنبة مريحة جدا، سواء في التصميم او حتى في ماتيريال الجلد، زي ما قلت لكم الجلد هنا بيجي نابا، وممكن تختار اللون اللي يعجبك. ده كده سريعا الكنبة الخلفية والجزء الخلفي من مقصورة الركاب. تعالوا بقى نطلع قدام لان عندنا حكاوي كتير جدا متعلقة بالجزء اللي قدام، يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي والطابلو والانفوتيمنت سيستم وعوامل السلامه والامان وكل حاجه بقى والدلع كله في العربيه. مبدئيا وزي ما اتعودنا دايما نبتدي بعوامل السلامه والامان في العربيه لانها ضخمه جدا، هي تقريبا نفس عوامل السلامه والامان الموجوده في الاتش 6، ما فيش فيها اي اختلاف. الاختلاف اللي بيحصل هو في عدد الاير باجز. هنا يمكن في تحسن شويه في موضوع عدد الاير باجز، بدايه من الفئه الاولى لحد الفئه الثالثه عندنا 4 اير باجز، لكن هنا في الفئه الرابعه عدد الاير باجز بيزيد بيبقى 6، لكن في الفئات الثلاثه اللي قبلها زي ما قلت لكم بيبقى 4 اير باجز. طبعا بالاضافه لانظمه الفرامل الكامله ABS ABD تراكشن كنترول ESP او ثبات الكتروني، نظام مساعده في الهبوط من المرتفعات والصعود للمرتفعات، عندنا كمان نظام للكشف عن النقاط العمياء حواليك، ده موجود في الفئه الرابعه بس. عندنا كمان الرادار زي ما قلت لكم اللي موجود هنا واللي بيساعدك في كتير من عوامل السلامه والامان، اللي هي تقريبا يقدر يوفر لك انظمه قياده شبه ذاتيه، مش ذاتيه قوي، يعني مثلا عندك الركن الاوتوماتيكي العربيه بتركن لوحدها، وهنلاقي له زرار خاص بيه هنا موجود، ودي حاجه برده من ضمن الحاجات اللطيفه جدا، ليها زرار خاص بيه ممكن تدوس عليه فالعربيه بتركن اوتوماتيك لوحدها. عندنا طبعا نظام تحذير للخروج عن الحاره المروريه، نظام مساعده للثبات على الحاره المروريه، نظام تنبيه للسائق في حاله الارهاق، تاير بريشر مونيتورنج، عندنا كمان نظام منع التصادم امامي، منع التصادم خلفي، منع تحرك العربيه في حاله لا قدر الله حصل حادثه العربيه بتقف اوتوماتيك، عندنا كمان نظام تحذير
تحذير للمحيط بتاع العربية بشكل عام. يعني في مجموعة ضخمة جدا من أنظمة السلامة والأمان تقريبا هي نفسها الموجودة في الـ H6، وزي ما قلت لكم في المقدمة كده يمكن هي غيرت حسابات عوامل السلامة والأمان في العربيات بتاعة السوق المصري بشكل عام، لأن هي جاية بسيفتي باكج رهيبة جدا سواء هنا في الجوليون أو في الـ H6. زي ما قلت لكم عوامل السلامة والأمان فيهم متقاربة جدا جدا، مفيش تقريبا أي فرق ما بينهم فيما يتعلق بالفئات الأعلى. طبعا أنا بتكلم هنا على الفئات الأعلى. يعني يمكن كمان احنا طبعا منتظرين نجرب العربية علشان نعرف هل أنظمة السلامة والأمان، ناس كتير اتكلمت على الموضوع ده، هل فعلا نظام مثلا الثبات على الحارة المرورية أو نظام التعرف على الإشارات بتاعة المرور الموجودة أو نظام التعرف على السرعة المقررة على الطريق ويديك تحذير بيها على الشاشة، هل الأنظمة دي كلها فعلا أكتف وفعالة على الطرق المصرية ولا لا؟ هو ده سؤال. طبعا نقطة تانية كمان متعلقة بأنه عربيات الصيني بشكل عام سواء الهافال الـ H6 أو هنا في الجوليون أو حتى معظم العربيات الصيني إلا يعني عربيات قليلة جدا ما دخلتش اليورو إنكاب في السيفتي، فبالتالي هل أدائها، هل أداء الإير باجز حتى الموجودة في العربية هتكون برضو بنفس الكفاءة بتاعت العربيات الأوروبية والكورية ولا لا؟ ده لسه هنجربه وهنتعرف عليه إن شاء الله في أقرب تجربة قيادة، هنتعرف على كل أنظمة السلامة والأمان دي. أنا أعتقد إنه إحنا محتاجين فعلا فيديو لوحده بيوضح كيفية استخدام وسائل السلامة والأمان وأنظمة القيادة اللي شبه ذاتية اللي أنا قلت لكم عليها، واللينك يبقى اسيست بقى والأوتوماتيك بارك والحاجات دي كلها، محتاجين نجربها ونتعرف عليها بشكل كامل. طيب خلونا بقى أسيبكم بقى من السيفتي باكج دلوقتي، وخلونا نتكلم على شوية حاجات دلع متعلقة بالعربية. هنا شاشة الانفوتيمنت سيستم العملاقة 12.3 بوصة موجودة هنا في الفئة الرابعة، أما بقية الفئات اللي تحتها فبتكون 10.5 انش، سنسيفتي بتاعها عالي جدا. عندنا كمان يعني بصوا بتتحرك بشكل سهل جدا وسلس ما فيش فيها اي مشكله. عندنا كمان طبعا ابل كاربلي واندرويد اوتو، ده شيء مفروغ منه في هنا في الفئه الرابعه، بس مش موجود في الفئات الثلاثه اللي قبلها، الوايرلس شارجر او الشحن اللاسلكي. ولكن عندنا فتحتين يو اس بي تايب ايه بالاضافه كمان لفتحه 12 فولت موجودين في الجزء السفلي من الكونسول الوسطي اللي موجود هنا، ونفس الحركه اللي انا قلت لكم عليها في الاتش 6 ان عندي كمان جزء هنا ممكن اعدي من خلاله الاسلاك بتاعه العربيه بحيث ان انا ما اعملش دوشه اسلاك ويعدي من هنا على طول بشكل شيك. بشكل عام تصميم الجزء الخاص بالكونسول الوسطي هنا تصميم شيك جدا، مستخدم فيه كاربون فايبر ستيكر موجود هنا مع مساحات تخزين مختلفه موجوده سواء للموبايل او للكروت او حتى كمان جزء هنا خاص بالمفتاح. طبعا يعني الجزء الخاص بنقل الحركه هنا ما اقدرش اقول عصايه لان ما فيش عصايه، انا عندي بكره موجوده هنا في المنتصف منها في زرار البي او الباركينج، وممكن احرك البكره بقى للار والان والدي والمانوال. عندي فرامل ايد الكهربائيه مع الاوتو هولد، وكل ده موجود بدايه من الفئه الاولى ما فيش فيه اي اختلاف. الكاب هولدر شيك جدا بيفتح بشكل سوفت وشكل سلس، وما عنديش طبعا جزء، طبعا احنا كنا شفنا في الاتش 6 ان ممكن الغي الكاب هولدر واستخدمه كمساحه تخزين، لكن هنا لا، هنا مقسوم على انه كاب هولدر. طبعا مسند الايد الامامي اللي موجود هنا مساحه تخزين كبيره، ما عنديش ثلاجات ولا في مسند الايد ولا حتى في الجلافز بوكس اللي موجود هنا. طبعا مسند الايد بيجي من الجلد ومش قابل للاطاله، بيبقى مسند ايد عادي. عجله القياده بتتحرك في اربع اتجاهات لقدام، ثانيه واحده، كده وكده كمان، لا اتجاهين بس، تمام اتجاهين بس. طيب عندي شيفت بادلز موجوده هنا، وطبعا الكروس كنترول اللي موجود هنا، وطبعا من ضمن الاوبشنز الظريفه اللي موجوده هنا في الفئه الرابعه واللي بيساعدك فيها الرادار اللي موجود هنا، ان الكروس كنترول هنا بيبقى ادابتيف او قابل للتاقلم مع الطريق اللي قدامك او العربيه اللي قدامك، اما في الفئات الثلاثه اللي قبل الفئه الرابعه فبيكون الكروس كنترول كروس كنترول عادي مثبت ومحدد سرعه عادي جدا. على شمالك في جزء متعلق ب الانفوتيمنت سيستم والتحكم في الانفوتيمنت سيستم، ويمكن من ابرز السلبيات اللي موجوده فيه ان ما فيهوش زرار ميوت، يعني ما تقدرش تعمل ميوت من الزرار اللي موجود هنا، لازم تعمل ميوت من الجزء الخاص بالشاشه يعني التاتش على طول. في حته جزء موجود هنا ده خاص بالتكييف، التكييف هنا بيجي الدول زون اوتوماتيك، اما في الفئات اللي قبل الفئه الرابعه فبيكون مش دول زون، بيبقى اوتوماتيك لكن مش دول زون. عندي زرار ستارت ستوب انجن اتكلمنا عنه احنا بنتكلم في جنب العربيه، موجود في الفئات الاربعه ما فيش فيه اي اختلاف. شاشه الاعدادات الموجوده هنا برضو بتختلف في حجمها ما بين الفئات وبعضها، في الفئات الثلاثه اللي تحت الفئه الرابعه بدايه من الفئه الاولى بيبقى حجم شاشه الاعدادات اصغر شويه، لكن هنا حجم شاشه الاعدادات بيبقى 10 انش، وطبعا حجم كبير جدا وشكلها ظريف جدا، تقسيمتها كمان مختلفه بس مش طايره زي ما كانت موجوده في الاتش 6. بالاضافه كمان لانه الاتش 6 الفئه الاعلى كان فيها الهيد اب
ديسبلاي، لكن هنا ما عنديش هيد اب ديسبلاي، وده برضو من ضمن الحاجات الغايبه عن الجوليان هنا، لكن مش مشكله، من ناس كتير ما بتفرقش معايا الموضوع ده. عجله القياده بتيجي من الجلد، الطابلو من هنا بيجي جلد برضو مع نقشه كده شكلها ظريف جدا. الجزء ده بيبقى من البلاستيك، لكن في تجزيعات او تصميمات كده شبه الدايموند شيب موجوده هنا على يمين وشمال، وفي الجزء دوت اللي هي الجزء الخاص بيه، المكان اللي بيطلع منه الهواء عشان السخانات بتاعه الشبوره والضباب، شكلها شيك جدا. فتحات التكييف برضو موجوده هنا على يمين وشمال، فتحتين، وفي المنتصف عندي كمان فتحتين، والواصل ما بين الفتحتين وخلف الشاشه جزء كده من الكربون فايبر، تصميمه شيك جدا، بالاضافه كمان لتريم كروم رفيع كده موجود، فتحس ان الطابلو مقسوم عندك لجزئين او دورين، دور موجود هنا بعد كده تنزل لتحت الدور الثاني موجود هنا بيجي من الجلد، واللي مثبت عليه الشاشه الوسطيه ال 12.3 انش. في مجموعه اختصارات موجوده هنا كلها تاتش بالمناسبه، يعني الجزء الخاص بقفل الشاشه لو عايز اقفلها، او الركن الاوتوماتيكي او السنسورز ممكن اعمل لها اكتيفيت او دي اكتيفيت، او يشغل لي الكاميرا الخلفيه. الكاميرا الخلفيه ريزوليوشن عظيم جدا، او منظومه الكاميرات 360 بقى يعني هنا عظيمه جدا في الريفيو بتاعها، او في الـ في الـ في الـ في الريزوليوشن بتاعها. ممكن اشغل اكتر من كاميرا والف حوالين العربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بيديك رؤيه 360 درجه بشكل كامل ومفيش فيها اي مشكله. ممكن كمان احتاج لو انا عايز ابص في ظهر العربيه بشكل اساسي، او اغير اي مود انا محتاجه، او اللينكيب، او كل الجزء ده. طبعا ده زي ما قلت لكم كده، دي الكاميرا الخلفيه لوحدها بتدي وايد انجل او رؤيه بانوراميه حوالين العربيه من الظهر. طيب في ايه تاني عندنا؟ طبعا شاشه العدادات فيها اكتر من ثيم، لكن يمكن السلبيه اللي اتكلمت عنها في ال H6 وهعيدها هنا، جزء المتعلق بيه ان انا اتحكم في الدرايف مود. عندي اكتر من نمط للقياده ممكن اتحكم فيهم، عندي 3 انماط ممكن اتحكم فيهم، لكن للاسف الشديد من يعني الانماط دي كلها اقدر اتحكم فيها من خلال الشاشه، ما عنديش اوبشنز متعلقه بان انا زرار مثلا موجود او شورت كات، لازم اتحكم من خلال الشاشه. وكذلك حاله الستيرنج هنا. طب بالنسبه للستيرنج هنا بيبقى، او التوجيه هنا بيبقى الكترونيك ستيرنج ويل، موجود في فئات الاربعه ما فيش اي اختلاف، وممكن اتحكم في النمط بتاع دريكسيون، ولكن برضو من خلال الشاشه، ما عنديش شورت كات ليها. الشورت كات الموجوده هنا لسخانات الازاز الاماميه والخلفيه والتكييف والركن وال 360 درجه، مع النظام ان انا اقفل الشاشه او افتحها. فيعني دي يمكن احد السلبيات اللي موجوده هنا في العربيه، بالاضافه طبعا للركنه بتاعه الايد. الجزء هنا لازم تبعد ايدك عن الجزء بتاع التاتش اللي موجود هنا لانه قريب جدا من الشاشه، دي برضو احد الحاجات اللي مش لطيفه. كرسي السائق اللي موجود هنا قابل للضبط كهربائيا في اكتر من اتجاه، حوالي 6 اتجاهات، اما كرسي الراكب الامامي فبيكون مانوال في الفئات الاربعه ما فيش فيه اي اختلاف، ودي برضو احد ابرز الاختلافات ما بينها وما بين ال H6. ال H6 في الفئه الرابعه الكرسيين بيكونوا كهرباء، اما هنا في الفئه الرابعه كرسي السائق فقط بيكون كهربائي. فتحة السقف بانورامية شكلها شيك جدا، وطبعا اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم في الكنبة الخلفية، بالاضافة كمان للجزء ده هنا جراب نظارة مع الجزء الخاص به الاضاءة الامامية، برضو بتيجي LED وبتيجي الدامينج بتاعها بيبقى يعني ظريف جدا وهي بتقفل، بالاضافة كمان للمراية الخلفية اللي بتيجي اوتو دامينج اكيد. ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي وعمل السلامة والامان والانفوتيمنت سيستم المتعلقين بجوليون 2022 وتحديدا الفئة الرابعة. في النهاية زي ما بفكركم دايما في نهاية كل ريفيو، مهم تنزل تتفرج على العربية بنفسك، تتفرج على ريفيو براحتك، لكن مهم تنزل تتفرج على العربية بنفسك لو كنت ناوي تشتريها، تعرف على الاوبشنز الموجودة فيها، تعرف على اللي انت محتاجه منها واللي انت مش محتاجه. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله في عربية جديدة وريفيو جديد. مع السلامة.